نشرة مفصلة للأخبار والبداية مع العناوين. الدفاع الروسية تحذر دول الجوار الأوكراني من استقبال مقاتلات لكييف وتقول إنها ستعد الخطوة تورطا في الصراع. القوات الروسية تدمر قاعدة عسكرية أوكرانية قرب مطار فينيتسا وتكشف برنامج أسلحة بيولوجية يموله البنتاغون في أوكرانيا. الإليزي يقول إن بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا سواء عبر المفاوضات أو الحرب. استشهاد 13 جنديا سوريا وإصابة 18 في هجوم على حافلة عسكرية في مدينة تدمر. أهلا بكم. شددت وزارة الدفاع الروسية على أن أي دولة تتيح السلاح لسلاح الجو الأوكراني استخدام مطاراتها لشن هجمات على روسيا يمكن اعتبارها قد دخلت الصراع. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال إن روسيا دمرت معظم الطائرات الأوكرانية الفعالة. تم تعطيل مهبط جوي للقوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة. تقريبا تم تدمير جميع الطائرات الفعالة لنظام كييف، وفي الوقت نفسه نحن على دراية جيدة بالطائرات القتالية الأوكرانية التي حلقت إلى رومانيا وغيرها من البلدان القريبة من الحدود. نحذر من استخدام شبكات المطارات لهذه البلدان كقاعدة للطائرات العسكرية الأوكرانية واستخدامها لاحقا ضد القوات المسلحة الروسية، حيث يمكن اعتبار ذلك تورطا لهذه الدول في نزاع مسلح. وزارة الدفاع الروسية كشفت عن محاولة كييف التستر على أثار برنامج بيولوجي عسكري تم تنفيذه في أوكرانيا بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية، وذكرت أن البنتاغون يشعر بقلق بالغ إزاء الكشف بالوثائق والأدلة عن التجارب البيولوجية السرية في أوكرانيا، وأضافت أن الجانب الروسي تلقى أيضا وثائق من عمال المعامل البيولوجية الأوكرانية تؤكد تطوير أسلحة بيولوجية في البلاد. وقال مراسل ميادين أن أوكرانيا شرعت في تدمير محفزات بعض أنواع الأمراض الخطيرة جدا التي تنتجها كييف بمساعدة أمريكية. خلال سير العملية العسكرية الخاصة جرى الكشف عن حقائق عن طمس نظام كييف أثار برنامج عسكري بيولوجي قيد التطور تموله وزارة الدفاع الأمريكية، ومن الواضح أن البنتاغون بدأ في وقت مبكر يقلق جديا بشأن التجارب البيولوجية التي جرى الكشف عنها في الأراضي الأوكرانية. والوثائق المكتشفة تؤكد أن مكونات الأسلحة الكيماوية جرى تطويرها في مختبرات بيولوجية أوكرانية على مقربة مباشرة من روسيا. موفد الميادين إلى فينيتسا في أوكرانيا أفاد أن الجيش الروسي استهدف قاعدة عسكرية بالقرب من مطار المدينة، وأشار مراسلنا إلى أن الاستهداف أدى إلى تدميرها بالكامل. وأكد مسؤول محلي في فينيتسا أن القصف الروسي طال هدفا عسكريا. في المقابل أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمر مطار فينيتسا بشكل كامل. القصف الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل. الجيش الروسي يحضر لقصف مدينة أوديسا جنوبي البلاد. نطالب بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا والدفاع عن بلدنا، ونطالب بإعطائنا طائرات مقاتلة كي نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا. وينضم إلينا موفد الميادين إلى أوكرانيا عباس الصباغ. مرحبا بك عباس، آخر التطورات الميدانية حتى اللحظة. مرحبا بك ومشاهدينا الكرام. بطبيعة الحال الحدث اليوم إضافة إلى شمال كيرومجي كان هنا في فينيتسا التي وصلنا إليها عصر أمس، وبعد أن استهدف الجيش الروسي المطار بثمان صواريخ عالية أو طارئة بالدقة، وأعلن كييف أو الجيش الأوكراني بأن هذه الصواريخ أطلقت من البحر الأسود ومن يعني قاذفات استراتيجية من طراز 160. وأشارت يعني أشار الجيش الأوكراني إلى أن مطار فينيتسا التي دمر بحسب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هو مطار له وجهة استعمال مدنية وأخرى عسكرية.
عسكرية. طبعا نحن رأينا سيارات الإسعاف والإطفاء تهرع إلى المطار الذي هو خارج مدينة فينيسيا، خارج النطاق الإداري لمدينة فينيسيا. وفي المناسبة يعني المدرج هو قيد الإنشاء، وبالتالي لم يكن هناك طائرات لا مدنية ولا عسكرية في ذلك المطار، لكن أصبح خارج الحدود. نعم. كامل. وبالتالي يعني رئيس مقامي قال بأن المطار دمر بشكل كامل، لكن لم يذكر أن هذا مطار فيه قاعدة عسكرية أوكرانية. هذا بالنسبة لفينيسيا. بالنسبة لكييف باختصار، طبعا كييف تعيش ساعات صعبة مع إجراءات مشددة جدا. نتحدث عن داخل كييف، والمعلومات التي وصلتنا من هناك وتابعناها عبر وسائل الإعلام الأوكرانية بأن هناك يعني قطعوا للطرق، وهذه خطوة يعني شدد اكثر علما ان عندما غادرنا المدينه. نعم عباس. لم يكن هناك قطع للطرق، اضافه ان المعارك تركز في شمال كييف، شمال شرق وشمال غرب كييف، وتحديدا من تشيرنوبل وصولا الى جاستوميل وايرسن وفوتشا. وكييف طلبت رسميا اليوم تامين ممرات امنه لتسع مناطق من بينها كييف. وبالتالي هذا عندما نعم الرئيس يطلب هذه الممرات، ممرات يعني الامور تتجه الى الصفحات. نعم. من موفد الميادين إلى أوكرانيا عباس صباغ، شكرا جزيلا لك. تبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات بشأن الإخفاق في إخراج المدنيين من مدينة ماريوبيل، وفيما اتهم الحرس الوطني الأوكراني الجانب الروسي بقصف المناطق التي كان من المفترض أن تكون آمنة. نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن مسؤول في إدارة دانييسك اتهامه القوات الأوكرانية بعدم احترام وقف إطلاق النار، كما اتهمها باستخدام المدنيين دروعا بشرية فضلا عن زرع الألغام في المنطقة. نفتح اليوم الممرات الإنسانية في ماريوبيل وفولنوفاكا، سنفعل كل شيء حتى يتمكن الأشخاص الذين وقعوا في فخ السلطات والقوميين الأوكرانيين من الخروج من هناك. أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي مانويل ماكرون استعداد روسيا للحوار إذا نفذت أوكرانيا كل الشروط التي وضعتها موسكو. وخلال اتصال هاتفي امتد لأكثر من ساعة وأربعين دقيقة، اتهم بوتين متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بحسب الكرملين. بدوره قال الإليزي إن بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا سواء عبر المفاوضات أو الحرب. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية، ولم يحدد أمام الصحفيين خلال زيارة إلى مولدافيا جدولا زمنيا لهذه الخطوة. الولايات المتحدة تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية. لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشيط جدا. نجري محادثات نشيطة للغاية مع مسؤولين أوكرانيين للحصول على تقييم محدث لاحتياجاتهم. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الميادين محمد كريم. مرحبا بك محمد. ألا يعتبر تصريح بلينكين خطوة أخرى تصعيدية باتجاه ربما الاشتباك شبه المباشر ما بين الأطلسي وروسيا إذا ما قامت أي دولة تابعة للناتو بتزويد أوكرانيا بطائرات حربية؟ بلا شك أحمد، تصريحات الرئيس وزير الخارجية بلينكين تأتي في إطار الحرب التصعيدية الإعلامية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد روسيا، وباتجاه هذه الخطوات التي دائما ما توصف هنا بأنها بالفعل خطوات تصعيدية. ولكن الحديث عن مسألة الطائرات حتى اللحظة هنالك علامات استفهام كثيرة تدور حول مدى جدية الولايات المتحدة بالقيام بهذه الخطوة في ظل التحذير من الطرف الآخر، الطرف المقابل ألا وهو الطرف الروسي، من أن مشاركة أي قوات بشكل مباشر أو حتى غير مباشر بالعمليات العسكرية ضد القوات الروسية فهي بمثابة إعلان حرب على روسيا من قبل هذه الدولة أو حتى من يدعم هذه الدولة. وبالتالي مختلف الدول المتواجدة والتي تحشد قواتها هناك في المنطقة على الحدود الأوكرانية وتحديدا في بولندا هي تأتي بإشراف وإدارة من الولايات المتحدة بشكل مباشر. أي بمعنى آخر أن أي انخراط عسكري مباشر سواء بإرسال الأسلحة وتحديدا الطائرات إلى أوكرانيا فهذا يعني حرب مباشرة ما بين الروس وبين الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تدرك ذلك. لكن
على الطرف الآخر ينبغي أن نوضح هنا نقطة. القرار الأمريكي بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا هو قرار بالأساس اتخذ أحمد منذ أواخر العام الماضي، وبالتالي اليوم إدارة بايدن هي ما تزال مستمرة في هذه السياسة، سياسة إرسال الأسلحة والتعزيزات العسكرية والمعدات إلى الأوكرانيين بهدف ولكن هذه الأسلحة يعني حتى وقت قصير محمد كانت تقتصر على صواريخ الجافلين وربما الستينجر، اليوم الحديث عن تزويد أوكرانيا بطائرات حربية، يعني إلى أي مدى يمكن أن تصل أمريكا في دعم أوكرانيا؟ دعم أمريكا إلى أوكرانيا هو دعم لا محدود ولا متناهي، وهذه النقطة ينبغي أن تكون واضحة للجميع، ولكن على أن لا تكون هنالك أي خطوة تقود بشكل مباشر أو غير مباشر إلى اصطدام مع القوات الروسية، وهذا ما لا تريده الإدارة الأمريكية، وبالتالي ما يتم الحديث عنه هو يأتي في ظل ضغوط هنا في داخل الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية من أنها ما تزال متباطئة ومتهاونة إلى حد ما في التعامل مع الملف الأوكراني بسبب استمرار تقدم القوات الروسية وعدم تغيير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من موقفه. هو ليس الأمر اليوم يقف عند هذه النقطة فقط، نقطة الطائرات أيضا، ولكن أحمد هنالك نقطة أخرى اليوم أثيرت وموقف متغير كبير في البيت الأبيض، ألا وهو الإعلان عن أنه يدرس بشكل جدي فرض حظر على واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة وفرض عقوبات على هذا الملف، وهذا يعتبر أيضا تحول كبير في الموقف الأمريكي. واليوم كان بلينكين واضحا وصريحا، أي أن الإدارة الأمريكية أحمد لتكون الصورة واضحة هي تستجيب أحيانا لبعض الضغوط في الداخل الأمريكي وتحديدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. الكونغرس الآن يضغط باتجاه مسألة فرض عقوبات على واردات النفط الروسي، وعلى ما يبدو أنه نجح إلى حد ما بإعلان الإدارة اليوم بشكل رسمي بأنها بدأت ببحث هذا الملف بشكل جدي مع الحلفاء الأوروبيين، بعد أن كانت تتحدث قبل أيام أن هذه الفكرة هي مستبعدة لأن الولايات المتحدة تخشى من أن يكون هنالك نقص في إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية الذي بالطبيعة. هل هذا ما دفع الولايات المتحدة باعتقادك محمد إلى القيام بجولة مكوكية لحلفاء روسيا مثل فنزويلا كما حدث بالأمس، وربما هل هذا الأمر قد يسرع حتى من الاتفاق النووي مع إيران من أجل رفع العقوبات وضخ المزيد من النفط إلى الأسواق؟ بلا شك هذه النقطة مهمة جدا التي أثرتها زميل أحمد. بالفعل هذه الجولات المكوكية التي لم تقتصر فقط على وزير الخارجية بلينكين، بل حتى نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان أيضا هي الأخرى قامت بزيارات أيضا إلى الجزائر، وأيضا قامت بزيارة إلى مصر، وبالتالي الاتصالات الأمريكية مستمرة. ما تركز عليه اليوم الإدارة أحمد هي على ثلاث نقاط تعمل عليها في هذه اللحظة، ولا تريد أن تترك هذه النقاط الثلاثة. النقطة الأولى هي استمرار الدعم العسكري الاقتصادي المالي الدبلوماسي لأوكرانيا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عدم تعرض أو حدوث أي ضرر يصيب المستهلك الأمريكي فيما يتعلق بمسألة العقوبات المفروضة على روسيا، وهذه نقطة أيضا على ما يبدو أنها تؤرق الإدارة لأنها لا تريد أن تجعل رأي العام الأمريكي مجددا يعني يصطف بالضد منها في ظل استطلاعات الرأي التي أظهرت تدني في مستوى شعبية الرئيس بايدن لا سيما في الآونة الأخيرة. والنقطة الثالثة وهي الأهم والتي بدأ أنا وأنت الحديث عنها هي لا تريد أي مواجهة أو انخراط مباشر للقوات الأمريكية أمام القوات الروسية بسبب لأنها لا تريد أن تتعرض أيضا لضغوط أخرى. ونحن نتذكر أحمد كما تتذكر معي عندما انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان وأثناء عملية الانسحاب حصلت مقتل 13 جنديا، حتى اللحظة إدارة بايدن تدفع ثمن هذه المسألة لأنها تحمل مسؤولية مقتل الجنود الأمريكيين، وبالتالي هي ليست بواردة اليوم أن تخسر أي جندي أمريكي، وبالتالي المسألة الآن هي مسألة اقتصادية، ضغوط اقتصادية تحاول من خلالها الإدارة الأمريكية تسليط الضغط على موسكو بقدر الإمكان اقتصاديا ضمن هذا الحد بهدف محاولة إبطاء أي تقدم أو تغيير الرئيس بوتين لموقفه فيما يتعلق بمسألة أوكرانيا. نعم، وهذا الحديث اليوم عن الطائرات وغير الطائرات هو لا يعني أن الولايات المتحدة بطبيعة الحال ليس لديها تدخل
في الحرب الجارية الآن في أوكرانيا. بطبيعة الحال هنالك والولايات المتحدة تعترف بأنها ترسل ومستمرة في إرسال أسلحة بمليارات الدولارات. نعم محمد، والأمر ربما لا يقتصر على الأسلحة، هناك أيضا كان حديث عن متطوعين أمريكيين وحديث وزارة الدفاع الروسية عن اكتشاف معمل بيولوجي في أوكرانيا بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية. صحيح. ويبدو بأن واشنطن تغوص في وحل الأزمة الروسية الأطلسية. طبعا من واشنطن مراسل الميادين. صحيح. محمد كريم، شكرا جزيلا لك. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قنوات دبلوماسية قول أن بوتين رغم معرفته بمكان وجود الرئيس الأوكراني فإنه يمتنع عن المس به بشكل مباشر ومقصود. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية عن زيارة سريعة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى لاتفيا للقاء نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين. بدورها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن بنت قال لوزرائه إنه لم يقترح الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بل عرض نفسه كناقل رسائل نزيه يستطيع الطرفان الوثوق به وأيضا أطراف أخرى. قبل أيام من اندلاع الأزمة في أوكرانيا حددت إسرائيل موقفها بوضوح. وزير خارجيتها يائير لابيد قال أن تل أبيب ستتموضع إلى جانب حليفتها التقليدية واشنطن بالرغم من مصلحة الحفاظ على العلاقات الجيدة مع موسكو. لكن العلاقات الروسية الإسرائيلية مع اندلاع الحرب ليست على ما يرام بحسب المعلومات التي كشف عنها مدير مكتب الميادين في موسكو، بعكس ما يحاول الجانب الإسرائيلي ترويجه، ولا سيما بعد المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية. فموسكو بحسب مدير مكتب الميادين ممتعضة من محاولات الوساطة، ولا سيما الوساطة المعروضة من الجانب الإسرائيلي، وهي أبلغت الجانب الإسرائيلي أنه لا حاجة لهذه الجهود في ظل وجود مفاوضات مع الجانب الأوكراني، وأن الوساطة الوحيدة يجب أن تكون للضغط على كييف لتنفيذ الشروط الروسية. موسكو ممتعضة كذلك لإعطاء كثير من المسؤولين الإسرائيليين العملية العسكرية الروسية بعدا ذا صبغة قومية ودينية، حيث يتبنون الدعاية التي يروج لها زيلينسكي من أن ما يجري في أوكرانيا حرب على اليهود فيها. فماذا أراد بنت من هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا؟ تسريبات روسية تحدثت عن أن بنت أثار موضوع الملف النووي الإيراني من وجهة نظر تل أبيب التي تعتبر استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة خطأ وتهديدا لأمن إسرائيل. أما وسائل الإعلام الإسرائيلية فأشارت إلى أن بوتين ناقش مع بنت ضرورة امتناع إسرائيل عن إمداد أوكرانيا بالسلاح وموضوع حرية تصرف إسرائيل عسكريا في سوريا. جولة بنت وفق موقع تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع تم تنسيقها مع كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، ومع ذلك وفقا لبوابة أكسيوس الأمريكية فأن البيت الأبيض وعلى الرغم من أنه لم يعارض زيارة بنت إلى موسكو لم يرى فائدة فيها لجهة التأثير على موقف روسيا. فإلى أين تتجه العلاقات الروسية الإسرائيلية؟ ومن بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. مرحبا بك ناصر. إذن يبدو بأن هناك ربما تضخيم إعلامي وتهويل إعلامي في الوسط الإسرائيلي لهذه الزيارة التي قام بها بنت، ونهاية التقرير قبل قليل يقول بأن أمريكا لم ترى أي فائدة في هذه الزيارة. أود هنا أن أسأل عن دلالات تصريح بنت بأنه ليس وسيطا وإنما ناقل رسائل نزيه. هل تراجع مستوى التأثير الإسرائيلي في هذه الأزمة؟ تحياتي أحمد، دعني أعكس وجهة نظر مكتب الميادين في فلسطين وهي لا تغطي كل الجوانب وإنما تكمل ما قاله مكتب الميادين في موسكو. نتنياهو المعارض المنافس لنفتالي بينيت الذي يعرف هشاشة حكومة نفتالي بينيت صرح قبل يومين بأنه مستعد إذا كلف من الحكومة أن يذهب إلى موسكو للتوسط. هذا ألب وأخاف نفتالي بنت الذي اتعامل معها كعملية عسكرية. أخذ معه زيف إمكن وهو وزير الاستيطان المتطرف متدين لا يتحرك يوم السبت. لم يطلب سيارة تاكسي ولم يذهب، وإنما ذهب بسيارته ساقها يوم السبت وهذا ممنوع وذهب إلى المطار. أخذ معه أيضا شمريت مير مسؤول الشؤون العربية.
ذهبوا إلى موسكو وقاموا بالوساطة. الإسرائيليون في الصحافة العبرية لا يتحدثون ماذا قال بوتين وإما ماذا قال الوفد الإسرائيلي لبوتين، وطبعا امتلأت الصحافة بهذا الموضوع باعتبار أنه هذا مخرج لإسرائيل من الأزمة. السؤال، هل إسرائيل مع موسكو أو مع كييف؟ إسرائيل ابتدعت هذا الموقف الوساطة حتى تخرج من السؤال، والبعض قال بأنه نفتلي بنت إن يدري أو لا يدري يرفع الحصار عن بوتين، إذ سيليه الكثير من القادة المقربين للولايات المتحدة الأمريكية ويزورون موسكو، وبالتالي عادوا وقالوا بأنه أخذ الموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يصدق بأنه بايدن أعطاه الضوء الأخضر أو موظفين عند بايدن. بالمحصلة النهائية كشف القناة الإسرائيلية اليوم كشفين، كان كشف بأنه بوتين همس لنفتالي بنت باسم المكان الذي يختبئ فيه زيلينسكي، وقال له نحن نعرف، المخابرات الروسية تعرف أين هو، لكن لا نريد أن نقتله. القضية الثانية أيضا التي كشفت على الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أنه قبل سنة كانت إيران ترسل أسلحة ومسدسات بطائرات مسيرة تخرج من إيران وتصل إلى غزة. نعم، يبدو بأن هذا حتى هذا الكشف ربما يأتي في سياق أو في إطار سياق تضخيم الدور الإسرائيلي وجعل بنت كمان حقق إنجازات. لكن هنا أود أن أسأل ناصر يعني عن خسارة إسرائيل، ما مقدار الخسارة التي منيت فيها إسرائيل على المستوى السياسي إقليميا ودوليا جراء الأزمة بين روسيا والأطلسي؟ لغاية الآن الخسارات صفر، لأنه وصل نحو 3 طائرات فيها 700 منهم 84 يتيم تم أخذهم من دور الأيتام في أوكرانيا واستجلابهم كمستوطنين على أرض فلسطين، كان في استقبال من نفتالي بنت وليبرمان وكل قادة إسرائيل. الأيتام، يتم أخذ الأيتام الذين يقتل أهليهم أو موجودين في دور الأيتام في أوكرانيا ويتم إحضارهم كمهاجرين، وآخرين ويتم الترويج لهذا الموضوع. من ناحية أمريكا اطمأنت إسرائيل بأنها لن تعاقب إذا خرجت عن السرب، من ناحية روسيا الآن تقدم نفسها كوسيط، وتدعي الصحافة العبرية أنه نفتالي بنت طلب من بوتين السماح بمواصلة حركة الطيران الإسرائيلي حول سوريا، وأنه الاتفاقات السابقة يتم إكمالها، كانوا خائفين من أنه السلوك الروسي يتغير، وبالتالي لغاية الآن الظاهر للعين أنها لم تخسر شيء وتحاول فقط أن تكسب ديموغرافيا، تسرق وتأخذ الأطفال الأوكرانيين الأيتام للاستيطان في أرض فلسطين، بالذات في منطقة غور الأردن وفي الضفة الغربية. نعم ناصر، سؤال أخير، يعني من المعروف عن المجتمع الإسرائيلي بأن فيه ربما عشرات أو مئات الآلاف من الناطقين باللغة الروسية، وبالتالي كانت هناك توقعات بأن يكون ربما تحشيد مجتمعي داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه دعم روسيا. أسأل هنا عن توجه المجتمع الإسرائيلي، وأنت من أكثر المطلعين على هذا الموضوع، توجه المجتمع الإسرائيلي، لا أتحدث عن السياسة وإنما عن المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بالأزمة بين روسيا والأطلسي، إلى أين تميل الكفة أكثر وكيف يمكن أن يؤثر هذا على صانع القرار الإسرائيلي؟ المجتمع الإسرائيلي مجتمع استعماري متوحش، ليس عشرات الآلاف، تقريبا 2 مليون منهم ينطقون باللغة الروسية. الأوكران أقلية، كان في مشكلة في أسدود بالأمس، وصلوا إلى المستشفى من شدة الضرب، يتم الاعتداء والضرب بينهم، من يؤيد ومن لا يؤيد، وبالتالي غياب الموقف السياسي الإسرائيلي يسمح للشارع الإسرائيلي أن يتصرف كما يحلو له، ومنهم من يتجند ويقاتل في أوكرانيا، منهم من يؤيد روسيا، وفي النهاية تجمعهم إسرائيل على قضية واحدة فقط، سرقة أكبر عدد ممكن من السكان من أوكرانيا لتهجيرهم إلى فلسطين. هذه الغاية التي يعتبرونها البقرة المقدسة، وبالتالي هم فعلا كما حدث في قصة شكسبير تاجر البندقية، هم يتاجرون الآن بالموت والدمار والحرب في أوكرانيا. نعم، من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام، شكرا جزيلا لك.
وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أعلنت أن انتشار جنود حلف شمال الأطلسي ينبغي أن يتيح للحلفاء إظهار وحدة راسخة بعدما سمته اجتياح روسيا لأوكرانيا. وأمام 1000 عسكري ينتمون إلى 7 دول أعضاء في الناتو، قالت إن التزام الحلفاء ليس هجوميا بل دفاعيا، وشددت على أن التحالف لا يهدد روسيا. التزام الحلفاء ليس هجوميا، إنه دفاعي. التحالف لا يهدد روسيا، أوروبا لا تهدد روسيا، لا أحد يهدد روسيا. في المقابل يعود لنا أن نظهر لروسيا أن وحدتنا راسخة حين يتصل الأمر بالدفاع عن حلفائنا. أنا فخورة جدا برؤية جنود فرنسيين ينتشرون إلى جانب جنود رومانيين وأمريكيين وبلجيكيين وهولنديين وإيطاليين وألمان في هذه القاعدة وتحت مظلة الحلف الأطلسي. مع هذا الانتشار الأول لقوة الرد السريع التابعة للحلف الأطلسي، نظهر قدرة القوات الفرنسية والمتحالفة على حماية نفسها في وقت قياسي. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عبر عن معارضة بلاده للحرب، وخلال اجتماع الحكومة قال إن الحرب كلما انتهت أسرع سيصب هذا في مصلحة الشعوب، وأشار إلى أن الشعب الأوكراني وقع ضحية السياسات الشيطانية الأمريكية كشعوب أفغانستان واليمن والعراق. إلى ذلك أكد رئيس مضي بلاده قدما في سياستها الخارجية والمصرفية والنفطية بمعزل عن أي اتفاق نووي. انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ضغط الاتحاد الأوروبي على بلاده لإدانة العملية العسكرية الروسية، لافتا إلى أن سفير الاتحاد طلب منه ذلك في رسالة متسائلا: هل نحن عبيد كي نطيع أوامركم؟ عمران خان وفي خطاب بإقليم البنجاب شدد على أن إسلام أباد تقيم علاقات طيبة مع كل من روسيا والصين والولايات المتحدة، وهي ليست جزءا من أي تكتل ولن تقف إلى جانب أحد في الحرب، مؤكدا سعي بلاده إلى تحقيق السلام. وفي جانب التدخلات الغربية الأطلسية المباشرة في الحرب، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن 3000 أمريكي يستعدون للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية. ونقلت الوكالة عن عمليات القوات المسلحة الأوكرانية أن عددا كبيرا من المحاربين القدامى الذين خاضوا معارك في العراق وغيره من النقاط الساخنة في جميع أنحاء العالم يستعدون للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، مضيفة أن إجمالي تعداد الأجانب ضمن ما سمي الفيلق الدولي ضد القوات الروسية بلغ 16,000. لا يقتصر التدخل الأطلسي ضد روسيا في أوكرانيا على الحرب السياسية والاقتصادية، بل يبدو أنه يسعى جاهدا إلى إعاقة تقدم روسيا سواء بإرسال الأسلحة أو المقاتلين. الآلاف منهم يتدفقون على أوكرانيا، حيث للأطلسي هناك موطئ قدم لإدارة المعارك كما يقول الروس. تقرير محمد بو عبد الله. يشرعن الغرب دفاعه إنشاء عن أنظمة تابعة وبالشكل الذي يريد، حتى ولو كان بإرسال مقاتلين كما في أوكرانيا، على خلاف إدانته حالات مشابهة تكون فيها الأنظمة غير تابعة. حقيق على أوكرانيا، يؤكد ذاك الغرب، أن تطلب من أصقاع الأرض متطوعين، فتحشد الولايات المتحدة 3000 مقاتل منهم محاربون قدامى في العراق. فكيف بهؤلاء ومعهم ألوف من دول أخرى بغير جامع سوى التطوع؟ أن يقاتلوا صفاً واحداً وهم في الأصل متفرقون. قد يكون التفسير هو اصطناع الغرب مدخلاً إلى هناك تحت ستار التطوع، حيث يتجاوز التعداد 100,000 مسجل في فيلق دولي للأجانب بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية. وربطاً لهذا الجلب للمقاتلين من مشارب مختلفة بحديث الروس عن غرفة عمليات عسكرية في أوكرانيا تابعة للأطلسي بقيادة أمريكية، تتضح حلقة مفقودة في هيكلية هذا الفيلق أو الكتيبة الدولية. قد يعني ذلك أن اختلافات المقاتلين الأجانب ستنصهر عملياً في تنظيم عسكري بإشراف شبه رسمي أطلسي غير معلن، أخذاً في الاعتبار ما تكشف عنه موسكو من خفايا النزاع. وبحسب الروس تدير تلك الغرفة المعارك، وهي انعكاس للسيطرة على القرار السياسي هناك، ما يعني أن الغرب يدرك جيداً عدم توقف روسيا في المنتصف بعد قرار العملية العسكرية. تمضي موسكو إذن حتى النهاية وبسقف عالٍ، تحقيقاً لهدف تجريد أوكرانيا من السلاح وتحييدها عن التبعية للأطلسي الموجهة ضدها كما تؤكد باستمرار. في المقابل تصر الولايات المتحدة وبريطانيا على إطالة أمد النزاع المسلح، على خلاف دول أوروبية أخرى تميل إلى وقفه والتوصل إلى حل سياسي،
ولعل فرنسا أكثر ما يمثل هذا التوجه. لا يريد محور واشنطن لندن توطيد الأطلسي بمواجهة مباشرة كالخشية من تبعات فرض منطقة حظر للطيران في أوكرانيا، ولا هو يريد النأي الكامل بدوله عن الخلاف مع روسيا مع تخفيف هواجسها تيسيراً لحل الأزمة دبلوماسياً. وهنا قد يتضح جانب من نوايا الأمريكيين، فربما دافعهم الاستفادة من الوضع الراهن اقتصادياً وسياسياً بالسعي إلى تأخير تقدم الروس في أوكرانيا مع ضمان استمرار التوتر مطولاً، والغاية بعث الحياة مجدداً إلى الأطلسي بفزاعة روسيا الغازية كما يصفها الأمريكيون. وللروس تبريرهم منذ أول يوم، عملية عسكرية خاصة لإنهاء النازية الجديدة وضمان أمن حدودنا، وليس غزواً كما أنه لن يكون احتلالاً. فاصل قصير ونواصل النشرة. أهلا بكم من جديد. شارك آلاف البريطانيين في مسيرة نظمها ائتلاف أوقف الحرب في لندن تنديدا بالأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا واحتجاجا على تدخلات الناتو في أوروبا. تقرير موسى سرور. كسر هؤلاء المتظاهرون حاجز الصمت وخرجوا إلى شوارع العاصمة لندن لينددوا بتدخلات الناتو التي أدت إلى إشعال الحرب في أوكرانيا. المتظاهرون الذين تعرضوا لضغوط سياسية أعلنوا عن تضامنهم مع الشعب الأوكراني وطالبوا القوات الروسية بالانسحاب الفوري من أوكرانيا. أطلب منكم ألا تصمتوا ولا تبقوا في منازلكم، يجب أن يصل صوتكم المناهض للحرب إلى الجميع، فإن لم تتوقف الحرب بشكل فوري فإنها ستؤدي إلى حرب عالمية بين الدول النووية ولن يكون فيها رابح. جرت العادة بأن تبرز وسائل الإعلام البريطانية التظاهرات المؤيدة لتوجهات الحكومة بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن المتظاهرين هنا في ساحة الطرف الأغر كان رأيهم هذه المرة منددا بسياسة قرع طبول الحرب التي تعتمدها حكومتهم، واعتبروا أن توسع الناتو والتوجه العدائي للدول الغربية ساعد في تأزيم الصراع. تبدو واضحة هيمنة قطاع الصناعات العسكرية في بريطانيا والدول الغربية في الأزمة الأوكرانية، وأطالب بأن تنتهي عمليات شحن الأسلحة عبر الحدود الأوكرانية. نحن فيما نتضامن مع الشعب الأوكراني، علينا أن نتذكر أيضا معاناة شعوب الدول العربية ولا سيما في سوريا واليمن وفلسطين. لقد تعرضنا لضغوط وقد طلب من نواب ينتمون إلى ائتلاف أوقف الحرب بعدم المشاركة بأي فعالية تعارض توجهات الناتو. بعض الشعارات التي رفعت في التظاهرات وصفت العقوبات على روسيا بأنها ظالمة وتضر بالشعب الروسي، كما طالب المتظاهرون جميع الدول باستقبال المدنيين الهاربين من الحرب. يقول هؤلاء المتظاهرون إن التدخل العسكري البريطاني لا يمثلهم، ففي رأيهم الحرب التي تمول من جيوبهم تهدف إلى تحقيق المزيد من الأرباح لتجار السلاح وإلى زيادة الأعباء الاقتصادية على كواهر الفقراء. موسى سرور، لندن، الميادين. منذ أشهر انخرط الإعلام الغربي الأطلسي بشكل مباشر في العداء لروسيا. هي حرب موازية للأزمة الروسية الأوكرانية، عملت خلالها وسائل الإعلام في أحيان كثيرة على الدفع باتجاه تصعيد الأمور وشحنها، ووجهت سهامها بشكل فج تجاه الرئيس فلاديمير بوتين إلى حد بث الأكاذيب والأضاليل لغاية واحدة هي شيطنة الصورة الروسية وتكوين رأي عام معادل لها. تقرير حسن شرارة. تتقن الولايات المتحدة الأمريكية لعبة الضحية والجلاد، فهي التي لطالما خلقت لنفسها ضحية تطوف بها أمام الرأي العام في محاولة لاستغلالها لفرض ما لديها من أجندات. واليوم في الأزمة الروسية الأوكرانية ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عين الغرب كالجلاد المعتدي. منذ تصدرت الأزمة الروسية الأوكرانية المشهد السياسي العالمي، سلطت وسائل الإعلام الغربية إمكاناتها باتجاه روسيا. تصدر بوتين المشهد، لم يكن ذلك نقلا للوقائع أو تغطية لأحداث جارية، إنما هي حرب بروباغاندا غربية قرعت طبولها على هوى القادة الغربيين. ولا ينحصر المثال بالرئيس جو بايدن الذي حذر مرارا مما وصفه حينذاك بغزو روسي وشيك.
بتناسق وكثافة عمل الإعلام الغربي على خلق رأي عام معاد لروسيا. كانت فكرة شيطنة بوتين الأبرز في مساعيه، حتى وصل به الحد إلى تغييب وسائل الإعلام الروسية عن منصاته لتكريس رؤية موحدة لما يجري. بدأت العملية الروسية في الداخل الأوكراني وحال الإعلام الغربي واحد، فبركات وأضاليل لم تغب عنها اللغة العنصرية وانحياز مواجه لروسيا. واللافت أن هذه الوسائل الإعلامية لم تخفي رغبتها في إبعاد أي رأي مبرر للعملية الروسية. And I'm sorry, but I have to ask you to leave, please. Okay, would not could I? No, 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 please, please, please. Just out of respect. على مواقع التواصل الاجتماعي كان للأخبار المضللة الحضور الأوسع. سعى الكثير من الأطراف إلى بث المواد المفبركة رابطا إياها بما يراه وحشية روسية. أخبار ومقاطع فيديو، منها ما هو قديم ومنها ما يعود إلى ألعاب الفيديو. فخ سقطت فيه حتى وزارة الدفاع الأوكرانية بنشرها مقطع فيديو من لعبة زعيمة أنه يعود لتصدي طائرة حربية أوكرانية لأخرى روسية. تعي روسيا وقيادتها ما يصبو إليه الغرب، وهو ما وضع بوتين أمام خيار المعاملة بالمثل في حظر المنصات الغربية، مشهدية قد نستحضر من خلالها مقولة الناشط الراحل مالكوم إكس بوصفه وسائل الإعلام بالكيان الأقوى على وجه الأرض لقدرتها على جعل المذنب بريئاً والأبرياء مذنبين. اعتبرت ألمانيا أن قرار تسريع إجراءات ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيلحق ضرراً بمصالح كييف وكذلك بالاتحاد. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ مايكل روت خلال مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية أن أقصى ما يمكن للسلطات الأوكرانية التعويل عليه هو ما يسمى بالعضوية الفخرية، لأن التجربة السابقة لتوسيع الاتحاد الأوروبي على حساب دول البلقان لم تكن خالية من الأخطاء. محاصرة روسيا ثقافيا وإخراج قطاعاتها الفنية وفنانيها من مسارح العالم، إضافة إلى محاولة تهديد المؤسسات الثقافية الغربية لقطع الصلة بينها وبين أي نشاط روسي، كل ذلك يلخص الستار الحديدي الذي يبنى حول الهوية الثقافية الروسية ويحاول خنقها. لا تقل الحرب الثقافية المتواصلة على روسيا ضراوة عن الحرب الاقتصادية التي شنها الغرب عليها. فبعد خطاب سياسي وإعلامي معاد لتجريم موسكو وشطنتها، انطلقت في وقت واحد أوركسترا المقاطعة والمنع والحجب والإقالات والتهديد بحق الفنانين والمثقفين والأدباء الروس في معظم عواصم أوروبا وأمريكا، فيما بدأ بوضوح إنه مسار منسق لخنق الثقافة الروسية وتدمير مقوماتها. أغلقت أوروبا أبوابها أمام أسماء وفرق روسية لامعة في مختلف المجالات الفنية، ووصل الأمر إلى حد إلغاء حفلات وأنشطة عديدة لفرق وفنانين من روسيا على مسارح دول الغرب وفي صالاتها. فلاح شبح العزل الثقافي الذي يراد منه تحقيق أهداف كثيرة، أبرزها عزل روسيا عن المحيط العالمي وشل دورها الحضاري. الستار الحديدي الثقافي الذي يتوسع حول روسيا يهدف أيضا إلى الضغط بكل الأشكال لإحداث قطيعة بين المثقفين والفنانين الروس ودولتهم، ومنع المثقفين والفنانين الغربيين من أي صلة أو علاقة بنظرائهم الروس. محاولات دفعت العديد من هؤلاء إلى إعلان موقف مناهض للعملية العسكرية الروسية التي تجري على قدم وساق، وتمارس المؤسسات الغربية حملة ابتزاز وتهديد وترغيب أحياناً لإجبار فنانين على القطيعة مع بلادهم، أما بإنهاء أنشطتهم أو بالتضييق عليهم ومقاطعتهم في غير مجال. المدير العام السابق لأوركسترا باريس الفيلهرمونية لوران بايل كان واضحاً في تفسير الحصار الثقافي حين ربط بين دعوة الفنانين الروس وضرورة أن يعلنوا النأي بأنفسهم عن الكريملين. الحرب الثقافية الغربية ضد روسيا تجاوزت كل الخطوط الحمر وبلغت مرحلة الجنون بحسب صحيفة ميلانو التي لخصت ما يجري بقولها: أي ذكر لروسيا حتى في سياق ثقافي في دول الناتو يتسبب في مثل هذا الانفجار من الغضب والصفيرة بحيث تختفي كل علامات الرصانة.
استشهد الطفل الفلسطيني من نافذ جفال البالغ 16 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال منعوا سيارة الإسعاف من الوصول إليه وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بحالات اختناق. وزعم المتحدث باسم قوات الاحتلال أفخاي أدرعي أن الجنود أطلقوا النار بعد رصد فلسطينيين ألقيا زجاجات حارقة على موقع عسكري في المنطقة. استشهد 13 جنديا سوريا وأصيب 18 في هجوم على حافلة في بادية تدمر وسط البلاد. وكالة سانا نقلت عن مصدر عسكري أن عددا من الضباط قتلوا في الهجوم الذي وقع ظهر اليوم ونفذ بأنواع مختلفة من الأسلحة. أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، لافتا إلى وجود بعض المشكلات الصعبة جدا. بلينكين قال إن العقوبات المفروضة على روسيا لا علاقة لها بالملف النووي الإيراني، مضيفا أن مطالب موسكو لدعم الاتفاق هي خارجة عن الموضوع. وأضاف بلينكين أن الأمرين مختلفان تماما ولا رابط بينهما، في رد منه على سؤال من قناة سي بي اس الأمريكية بشأن تصريحات لنظير الروسي سيرجي لافروف دعا فيها إلى ضمانات بألا تشمل العقوبات الجديدة ضد موسكو تعاونها مع طهران. حالة ترقب في مفاوضات فيينا بعد الموقف الروسي الذي يطالب الولايات المتحدة بإعفاء التبادل التجاري بين روسيا وإيران من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. الأوروبيون والأطراف المفاوضة لم يعلقوا على المطالب الروسية بعد. تقرير موسى عاصي. للمرة الأولى منذ بدء المفاوضات في 28 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي يغيب المفاوضون عن قصر كوبورغ. ليس هناك شخصيات تصل القصر ولا مواكب سيارة تقل المسؤولين ولا حتى الخبراء أو تقنيين. مفاوضات فيينا في حالة انتظار، إنه الانتظار لقرار واشنطن النهائي للانتقال إلى مرحلة الإعلان عن الاتفاق، وانتظار للتوضيحات من قبل موسكو بشأن ضمانات طالب بها سيرجي لافروف من واشنطن لإعفاء العلاقات التجارية بين روسيا وإيران من العقوبات الغربية المفروضة على بلاده. الوفود تنتظر أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا سياسيا بشأن القضايا المتبقية، والتي أرجح أنه يمكن أن تكون مرتبطة بالعقوبات. وبغض النظر عما قالته روسيا، لم يتمكن الأمريكيون من إبرام الصفقة، ويبدو أنهم يواجهون بعض المشاكل الداخلية بين الديمقراطيين والجمهوريين ومع الكونغرس. ويبدو أيضا أن إدارة بايدن تواجه بعض الصعوبات في اتخاذ قرار جاد، وبمجرد أن يتخذوا قرارا بشأن هذه القضية أعتقد أنه يمكننا عقد صفقة في فيينا. علامات استفهام كثيرة تطرح في فيينا بشأن الموقف الروسي الجديد. الأوساط المراقبة تضعه في خانة الضغط على الولايات المتحدة في المواجهة المفتوحة بين موسكو وواشنطن في الملف الأوكراني، ولا سيما أنهم يؤكدون أن العلاقات التجارية بين روسيا وإيران لم تتأثر كثيرا بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وأن العقوبات المفروضة اليوم على روسيا لم تصدر عن الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن لإيران أو لأي دولة أخرى أن تتاجر مع روسيا في حال تأمين طرق التحويل البديلة عن نظام سويفت. يرفض المتابعون لمفاوضات فيينا الاستنتاج القائل بأن التوصل إلى الاتفاق بات بعيدا عن متناول اليد بسبب الموقف الروسي، فمطالب لافروف لم تحجب حتى الآن المراوحة الأمريكية في حل آخر التفاصيل التي تعيق الوصول إلى الهدف النهائي. موسى عاصي، فيينا، الميادين. تضم إيران عشرات الآلاف من مقاتلات النينجا، قوة لا تنتمي إلى القوات المسلحة رسميا، لكنها قدمت لها العديد من المقاتلات حتى الآن. أحمد البحراني والتفاصيل. إنها نخبة من مقاتلات النينجا، قوة نسائية خاصة قوامها عشرات الآلاف، لكنها لا تنتمي للقوات المسلحة الإيرانية. لا تقتصر تدريباتها على تقنيات القتال، بل على كل ما يرتبط بالحروب العسكرية غير التقليدية. أسست أول مدرسة لتعليم فنون النينجا في إيران قبل أكثر من 30 سنة. إيران فيها وحدها ثمن عدد مقاتلات النينجا الموجود في العالم. حتى هذا تتدرب على حرب العصابات رغم نعومة أظفارها، فلا قيود عمرية. هنا تتنوع أساليب القتال، وتتنوع معها الأسلحة المستخدمة وأهداف الانضمام إلى هذه المدرسة.
آمل أن يدخل هذا النوع من المبارزة في الأولمبياد لنتمكن من إبراز قدرات السيدات الإيرانيات في هذا المجال. هدفي هو الانضمام إلى قوات النخبة الخاصة التابعة للقوات المسلحة في إيران. الحروف الأولى من نينجا اليابانية هي النين، ومعناها الصبر وتدل على المثابرة وبأن القوة لا تمنع التحلي بالخلق والتواضع. هي فلسفة حياة هذه العقيدة التي تلاقي قبولا منقطع النظير في إيران. قد تعادل القوة القتالية لهؤلاء الفتيات قوة عدة رجال، لكن ذلك لا يقلل من أنوثتهن ولا من حضورهن الرقيق في باقي مفاصل الحياة. أحمد البحراني من مدينة كرج غربي طهران، الميادين. قال وزير الزراعة في حكومة الإنقاذ في صنعاء عبد الملك الثور للميادين إن البن اليمني سيصبح مصدر دخل قومي كبير لليمن بفضل المزارعين والمسوقين والشباب الذين فتحوا أفاقا جديدة له داخليا وخارجيا. جاء ذلك في المهرجان التسويقي للبن اليمني بصنعاء في اليوم الوطني لزراعة شجرة البن. أحمد عبد الرحمن والتفاصيل. من هذه الأرجاء تفوح رائحة البن اليمني. إنها رائحة اليمن على امتداد التاريخ، الرائحة التي غزا بها هذا البلد أصقاع الأرض قبل 5 قرون، وبها عرفه العالم وصنفه كموطن لأجود أنواع البن. بن اليمن يا دورار يا دورار يا كنزي فوق الشجر. بحبات كرزه الشبيهة بالعقيق وبأنواعه المتعددة بتعدد مناطق زراعته، ازدان هذا المهرجان التسويقي الأكبر للبن اليمني. المهرجان الذي رفع شعار نحيي التاريخ ونزرع الأمل جمع مزارعي البن وتجاره ومصدريه من مختلف المحافظات اليمنية. تم اعتماد يوم 3 مارس من كل عام أن يكون اليوم الوطني للبن اليمني، بحيث أن البن اليمني أشهر وأفضل بن في العالم، والغرض منه هو الترويج للبن في مختلف أنحاء العالم. وأؤكد أن البن في المستقبل سيصبح مصدر دخل قومي كبير لليمن. 60 جناحا ومعرضا ضمها المهرجان لمنتجات البن ومشروباته، إلى جانب عرض أدوات التحضير والتحميص والتقطير المعتمدة في إعداد القهوة اليمنية، وسط مطالبات بالاهتمام بهذه الزراعة العريقة في ظل المنافسة الخارجية. سعر البن اليمني متدني إلى أبعد حدود. ما هو سبب هذا التدني؟ نريد معالجات يعني سريعة وفاعلة في هذا الموضوع. راجين أن يتم أيضا محاربة دخول البن المهرب. على مدى 3 أيام حافلة بالعروض الفنية الراقصة والأنشطة التعريفية والتدريبية، أقيم المهرجان الذي رمى إلى إحياء تاريخ البن ونشر ثقافته ضمن مشروع شبابي إحيائي طموح. يوم مهم جدا لإعادة إحياء هذا الموروث، لإعادة إحياء ثقافة البن في المجتمع ككل، وأيضا ربط العديد من المبادرات والعديد من الأنشطة بهذا اليوم الهام، مثل توزيع شتلات البن في عموم محافظة الجمهورية. بعد تنكر طويل له كمنتج تاريخي أصيل، بات للبن اليمني يوم وطني يحييه اليمنيون ويحتفون فيه بشجرتهم المتفردة والأثيرة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الدفاع الروسية تحذر دول الجوار الأوكراني من استقبال مقاتلات لكييف وتقول إنها ستعد الخطوة تورطا في الصراع. القوات الروسية تدمر قاعدة عسكرية أوكرانية قرب مطار فينيتسا وتكشف برنامج أسلحة بيولوجية يموله البنتاغون في أوكرانيا. الإليزيه يقول إن بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا سواء عبر المفاوضات أو الحرب. استشهاد 13 جنديا سوريا وإصابة 18 في هجوم على حافلة عسكرية في تدمر. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. نلقاكم على خير.